حاول إلتغاء ميراج لماراثون 100 كيلومتر بمنطقة تجريد بتوزر اللي تحتضن تونس في 29 سبتمبر 2018 بمشاركة عديد البلدان. احنا ندعموا الالتغاء ميراج ثاني مرة سنة عملناه كانت البريمير إديسيون واحنا فخورين برشا وزاد فرحانين برشا انه ندعموها للسنة الثانية. الالتغاء ميراج علاش اخترنا باش ندعموا التظاهرة هذه اللي هي تظاهرة رياضية ومن طراز عالمي على خاطر هي نشاركوا معاهم في برشا قيم دابور التحدي النفس تاع القيم تاع التضامن والتعاون. عندنا فريق المنظم هو فريق تونسي 100% ينظم في تظاهرة من طراز عالمي. إن شاء الله يكون لها نفس النجاح اللي كان معناها في التظاهرة اللي قبلها الأولانية اللي هي سيتي 2017. سورتو كو المره هذه باش يجيونا برشا عدائين معروفين معناها لشيل انترناسيونال. وعندنا معناها ثقة في ليكيب دورغانيزاسيون اللي هي باش تنسج على المنوين معناها ليديسيون الاولانيه. وبالخبر هذا نوصلوا لختام زوم سبور، قدمها لكم احمد الفريقي من استوديو خليل القروي براد السوالي. لمزيد الاخبار وتفاصيل بامكانكم زياره موقع نسمة سبور. عوده لزميله فدوى التركي. شكرا لك احمد الفريقي، واحنا باخبار الرياضه نكون وصلنا الى نهايه هذا الموعد من نيوز روم. شكرا لك هشام الحاجي. شكرا لك فدوى، تحيه لك ولكل متابعينا. شكرا لكم ايضا مشاهدينا، احنا نتقابل ان شاء الله في مواعيد قادمه في لمنا.